يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كبيرة في السن في حدود 55 سنة. نعم. امرأة كبيرة في السن عمرها في حدود 55 سنة، كانت تعاني من مرض في الكلى وتغسل، ولديها فشل كلوي، ومر عليها 2 سنين وهي على هذا الحال، وكانت تفدي عن الصيام عن كل يوم، والآن قد زرعت لها كلية وهي الآن بصحة جيدة وتريد أن تصوم وتقضي ما فاتها، فما توجيهكم وفقكم الله؟ لا، ما فاتها صحيح، يكفي الإطعام، لكن تصوم في المستقبل، تصوم رمضان المستقبل، أما اللي فات يكفي عنه الإطعام، الحمد لله. نعم.